معاشر المصلين وعلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه الأجمعين. أما بعد، أيها الحضور الكرام، أيها الإخوة الأخوات، سكان ولاية عين تموجن، يشرفني أن أرحب بكم جميعا لتلبيتكم هذه الدعوة لحضور مهرجان لهذا التجمع على مستوى ولاية عين تموجن، وهذا من خلالكم. أرحب بالسيد يحيى مصطفى، عضو المكتب الوطني ممكن من ترسيل سيد أمين العام طيب ستوني بتشريف هذا التجمع، كما أدعو كافة السادة الحضور لدعمكم بقوائم التجمع الوطني الديمقراطي المرقمة تحت رقم 1 والتي تحمل كافة الإطارات الشابة المتماثلة لكافة المناطق الولاية. فقد التزمنا في مجموعنا بأن نعمل بصرامة وجهد وكلنا من أجل التغيير المناسب للمستقبل الأفضل. وفي الأخير يتفضل السيد يحيى مشكورا